السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الإنسان من طين وجعل نسله من سلالة من ماء مهين وجعل النكاح من أسباب عمارات الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو القوة المتين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله مبعوث رحمة للعالمين. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين، أما بعد. ولا ليال موضوع سيدنا الشيخي حكو السابسيني هاي القرآن، قرآنك والإعجاز العلمي إيو ساينس كمان تلقاري وعلمك الإعجازك إيو ساينسك وعلمي أساقنا مركا وحان اسكفير ربنا كتب كانوا الله سبحانه وتعالى نوسو دجيي وينانتي سئيو سامينتا وكلية هاي علمي جمادية. إنك استوى وقتك أنا وياد سكاجي راندونه وحندوني إننا نكون بحنوة في إنجليز، لكن سواء نسكت درينا ساحلي في إنجليز أو صومالي سوق قف والبو أجف فائدة صابتوه اللي ما هي نصينس كواحد يكون قاتنا في إنجليز مساز معها لو قدرت كبرتان في عربي مساز في إنجليز في إنجليز إنجليش، لكن وحى مهمة دا أنت تصينس يومادي أتكو أردين وعد قادنين وين أتكتب كالله سبحانه وتعالى كودي أتحفظي تانا هرطة أصلا مهمة مركة أتكتب كالله سبحانه وتعالى حفظي سيد أذيقنا الله سبحانه وتعالى كودي وكو حفظينا يا. علمي ساينسك فإذن وليه فدنا نووطا والله فإذن محووطا فدنا فائدة إذا نوينا كفائدة فتنة إذا نيلا كبرقت صح يوم صحناها هادات ساينس ككلية برتيد واتقسم إيسا سهل حدا وتكرجكا سلام الله تكرجكا واتقسم إيسا you'll be confused totally confused you'll be finished mission كابو حنا قنايا impossible ما حاسين أصول هاي الله سبحانه وتعالى وحلي هاي خاصة كوا قرآن كأغرياء وحلي هاي وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة ما حجة حجابا مستورا. وإذا قرأت القرآن هداد نقطد مثل قرآن كأغرياء والله سبحانه وتعالى كن معين ونقد متحفري كتب كيسة الله سبحانه وتعالى بلن بكو قاضيا جعلنا وحنكيلنا بينك أذقا وحافظ أمر والبنا فاسشد فرصة أدهشد وحد كفى إذيسا أما كفى إذيستا أخرت قرآنك محوك صيني الله جعلنا وحنكيلنا بينك أذقا وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة يكون آخرة ذا من سنين وقالا ساينس كان يوبدينهن ساينس بيبرتين آخرنا ما من سنة كوا في دنا كلمات يا شركة كلمات الله سبحانه وتعالى حكولي أي حجابا مسطورة وانكحف ذنينا وحان قول يسمد كلا صارك حق يباطلك وحا وحف ذي الفرقان كلا صارا حق يباطلك وحكو بركنا يمالها مدك له أو داري أفايلا وحويان هداد حفظي ست كتب كاني أكمد نقطت كوا أخريو كحيرا الله سبحانه وتعالى دونك مركات كدكتد آخر وحاد نقون إيسا مد خسار ودونك اللو حفظي آخرنا هاد خسارة هيلين فايلم يمسماها وفي الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ومدى الله سبحانه وتعالى ليه إن الذين كوي
يتلون كتاب الله أقرية كتبك على سبحانه وتعالى وأقاموا الصلاة صلاة وضنوغة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية محايا يرجون تجارة لن تبورا يرجونك وسي وحي رجينا ين تجارة تجارة لن تبور أي سنك خسارين ومرك الله سبحانه وتعالى هرتي ستكتد كو فائدة أياد نقونا إسامة خساري سيد أدون ألوغو حفظي آخروا حدنا اللي وانتج النقشي وحكا في عمية ترى سألقو هلا وحالقو هلا يا كتب كيو لا أخري ولا حفظي وحكروا حدنا داري يا كتب كني هذا كحر ناتد الله سبحانه وتعالى وحو البوت وتد وكبر كوبا بركة ما تقانين يا بركة يا قانا بركة رزق يقول جو بركة أولادي وبركة سن أذو بركة سن مال وبوت مرتد وبركة سن وحو البوت تابتد والله سبحانه وتعالى كبر كيو وحكا في عن ياتي لا مالا سيلقوا إليا ومدوا الله سبحانه وتعالى تلمام أيضنا وهذا كاس كتاب وكتب القرآن كها أنزلناه أن صاد جني ما حقا مبارك وبركة سينها فاتبعوه أكحر نارا واتقوا هذا نعنيك يقع عبصرا يا لقع عبصرا يا الله لعلكم ترحمون هذا دربتيد إلى البركة هشت وأبن قتيد قف لبركة وحر البناء وبركوبة وين تكحر نات كتب كه قرآنك أنا إيمان عمرك إعجازك علم أنا هذا بيولوجي كبرتو وعلم علمي هذا كمد الله قلت لك علي إن أيكو عبرقاتان أيكو فهمان وينانت على سبحانه وتعالى تاسني وحي السورة قليسة هدو فانسين يعي آيضاها كصاب صن مخلوقة ما حدا بيقول تشجوه وكبر بحياة أبورها مخلوقة. الما حد مركا ويدسيد what is biology أترد. يا إيشي كره biology وحيه. Can anyone define for us what biology means? Biology هل قف نشوا. What is biology? A branch of science that deals with the study of the living. Living things and non-living things. Wa barashada sayniska ilmi ah kusabsan waxa nool iyo waxa nooleen. Wa ilmi la baranaya ilmiga soo kusabsan barashada noolaha iyo waxa nooleen. Marka doogaatid barashada ama aad fahantid midka nool habka loo hagaajiyo وحكوسو أفتيما يا متك وحنو ليا وين أنتيسا يا وحنو ليا الله سبحانه وتعالى وحنو لين أنو الكتيرين لكن سنع داسي يعلم جاسي أسل كيسو أي تاي الله سبحانه وتعالى ويشرنا يجنا هذا جارج نمرك في رسيد وحكوسو بحاي عقل جوليا هي متك لي رادو ميكانيك oo gaarigani hagaajiya maxamesha kala soo muuqanaya aqliga waa la subhanahu wa ta'ala binaadanka si weynantis aqli la ma siin salaama siin hadii aqli lagu seeyaa ku sameysid gaarigani ma maka maqanta aqliga ku ogaan lahayd weynanta la subhanahu wa ta'ala aqli ku gufilan aad ku garin kartid weynanta la subhanahu wa ta'ala waa lagu siiyay waxaan nool هرت أنا كم من منهاي؟ أنت جوكت ضد نول مية مسوادة أنت، وادد نول. إن أنا جا نول عن إسبر النهب كنا نهاي جاتشي. قرآنكم محوك ليه؟ وهو من آياته. ولو بهيه. إن هذه إس فهنتيد هبك لجو أبوري. هبك لجو أبوري مركب فهنتيد. واحد فهم إيسا هو يلي حمل جاهد دبعت ذا إيسو مرتي. شيغيس كليا معها وحاد اركيسا سيد دبا دبكا اي سومرتو وهو ناكفانيسا وحاد فهميسا سنعالة الله سبحانه وتعالى او اه
habku ku hagaajiyo sunnadiisa fahmaysa inta ay la'eg tahay. Marka sunnadiisa fahantid waxaad fahmaysaa inuu yahay khaaliqul makhluuq, kii wax walba abuuray. Allah subxaanahu wa ta'ala baagu naga bilaabay wuxuu leeyahay wafii anfusikum afala afalaa tubsiruun, ee nafsadiina habkan ina hagaajiya ma aragtaan miya? Don't you see in yourselves, isma fiirisaan miya? Oo intaa isku laabatid waxaan innafsanaya laba dhega, laba indha, san iyo af iyo gacmo iyo lugo leh, haddana laba lugood ku socdo, kuma mashquusid miya abuurkani? Aayadda kale alla subxaanahu wa tacaala wuu bilaariyey oo xagga keliya kuma ekeenio, wuxuu dhahay waxaad kaloo fiirisaan abuuraadka kale, oo wuxuu leeyahay alla subxaanahu wa tacaala wafii khalqikum, abuurkiina oo biolojiga loo yaqaano embryology, wafii khalqikum maxaa xiga wamaa yabuu min daabatin, iyo abuurka xayawaanaadka kale iyo makhluuqaadka kale dhulka siqaya oo arlada lagu fidiyey, xoolihii abuurkooda, cayayaanada iyo shimbiraha iyo waxaan oo makhluuq oo alle subxaanahu wa tacaala arlada ku fidiyey, wax ka baro abuurkooda. Maxaa xiga aayaatun liqowmin yuqinuun, waa aayado loogu talagalay kuwa caqligooda isticmaala. Bini aadanka waa inuu caqligiisa adeegsado, markuu caqligiisa si fiican u isticmaalo wuxuu fahmayaa weynaanta alle subxaanahu wa tacaala. Waxaa jira, aan ka waramaya, todoba professor keliya soo muslimtay, kuna soo muslimtay habka uu qur-aanka aga waramay abuurka bini aadanka iyo makhluuqaadka kale. Dad baa wuxuu fahmi karaa si fudud u fahmi karaa markaad aga warantid cunugani abuurmaya oo maxaa keenay inuu fahmo, waaba takhtar ama waa macalin sinus, ilmaha abuurmaya wax buu ka fahamsan yahay. Haddaad geel aga sheekaysid kuma fahmay, weligiis meel geel lagu raaco ma tegin, geelku wuu la yaaban yahay, waxaa waxaan saana muxuu ahaa, kuma fahmaa geelka. Laakiin ninka baadiyaha joogo geelayga, geel haddaad aga warantid kuma fahma? Ku fahma. Laakiin haddaad aga sheekaysid diyaarad iyo telefoon iyo kombyuutar kuma fahma? Kuma fahma. Mid walba meel baa lagu sugay, meeshii lagu sugay cilmiga uu leeyahay waxaa mucjiso noqotay qur-aankan inuu ka waramay, uu noqday maa faradnaa fi lkitaab min shayin. Kow baan bilaabaya, dhegeysto marka. Cunugani abuurmaya nin magiciisu la yiraahdaa E. Marshall Johnson oo Mareykanka ka soo jeedo, aayadahaas aayado ka mid ah wuu ku soo muslimay iyo aayado kale. Waxaa kaloo ku soo muslimay professor Keith Moore, ka soo jeedo waddanka Canada, kana wax bara jaamacadda loo yaqaano Toronto University. He is a dean in the faculty of cell biology, waa mudiir barashada seelka, seel af soomaali maxaa lahaa, ma unugba, unugyo ama khalaaya, waxa yaryar, waxaasuu ku takhasay, wuu ku soo muslimay. Waxaa kaloo ku soo muslimay professor magiciisu la yiraahda Paul Dirac. Waxaa kaloo ku soo muslimay professor la yiraahdo Maurice Bukel, ka soo jeeda waddanka France. Kani wuxuu ku muslimay biyaha lacabaya, ayadana waan ka warami doonaa. E. Marshall Johnson, professor E. Marshall Johnson wuxuu ku soo muslimay caanaha iyo ilmaha abuurmaya. Ilmaha abuurmaya wax buu ka yaqaanay, caanaha la nuujinaya ilmahana wax buu ka yaqaanay, wuu la yaabaa iyadana, qur-aankana wuu ka waramay. Waxaa kaloo soo muslimay professor Cara la yiraahda Tejasin, wuxuuna ku soo muslimay akhbaaraha ku saabsan maqaarka bini aadanka. Waxaa kaloo soo muslimay professor la yiraahda Yoshihide Kosai, Japan. Waxaa sabab u ahayd biyaha zamzamka ayuu baaritaan ku sameeyey, soo muslimay. Waa culumta sayniska soo muslimaya, kuna soo muslimay aayada ama aayaad ay arkeen. Kow waxaan bilaabaya professor Keith Moore. Professor Keith Moore
عليه وحان أقال النيت جاب عنق أبور مايا سفياني رجست مشني وحده عنقني أبور مايا أيام وحان دونينين فهنو مرحلوين كوسو مريا كوم مركو ورجلي إلى وكد الشاء وكجار الله بصنا أنت سينت بتجنن أيام فيرنيني مرحلوين كوسو مرا وحسؤال أحمرك قرآنك كما ورمي المعا ورمي على شهادة كما وربحية مسا كما وربحين كما وربحية علمي ياسي قبل هذا وحفهمي دونا قرآنك الحقية صابت قرآنك وكما وربحية وحادعي دون تمرك بارتانك وسمي إيو علمي ياسينس كعه إن أي وافقان قرآنك قرآنك يو أرمها سي كما ورمي كن أفر بقول سنة الله صدافة معجزة مية ما مسمعها معجزة هذا يا لجار علمي وحمرك معجزة نقطة قرآن كنا إنه هر عجسي ورمي كن أفر بقول سنة الله صدافة كل واحد هاي وحن أم لين جرني عن جني أور مية إنه كسر جلو دي بعد الرجة كلية محاله سينس كل سمودي سنوين فر بدن أفر بقول سنة وحب إسكت دادعين بنا آدن كإن لغا أبو ردي وعد الرقة كليا عنو قنيدة لنا يا بقلك وبقل وحب إسكت آبها كليا هو يذا شخلكم لها تنبيا من سنين وحا إسويدين هاد مكا عنو قنيد محال لغا أبو ردي ما دي وعد آبها ما سدي وعد هو يذا مسلابا ذا سين إسكت قاربا وحا آمين سنين رقة كليا إن لغا أبو ردي بنا آدن hooyadu ay tahay boorso aad buuga shatay marka doontana kala soo baxday modern example adan bixiyo waxay la ahayd ragu hooyadu inay tahay ATM machine ATM machine lacag baad ku shubaneysa kaarki baad u wadaneysa marka lacag u baahatid kaarki baad gelineysa waxa ku soo baxaysa lacag lacagta ku soo baxday ma adiga askale mise ATM ka askale adiga askar adiga marka roo meesha gashat sambe aamin sanayn marka hooyadu inay tahay ATM machine yahud ba jiraayeen waxay wala taagnaayeen saas ma ahe abuhu wuxuu ku bilbilay markii inta wax la galiyo roob markuu doow u bilbilay dhulkii dhulkii maxaa ka soo baxaya cos xileen markii uu cunuga meesha uu ku jiray laakiin se wala bilbilay oo beermo uu soo baxay abihi abilbilayleen hayasad ku garateen waxa iska dhaadiciyeen cunugani inuu ba aha xeedki markii la waayo la helin waxa iska dhaadiciyeen inuu bedelmo cunuu noqdo waxa xiga hooyadii la xamleeytaa markaas waxa fikr ahaan waxa is dhahayn war xeedki ya bedelmo cunug buu noqday lama bilbilin wala bilbilay هذي لا بالبلوى يا محاد عيا حيلك يا صباح يا وحنا قنا مال بيه ويسي والله وفكرة ضو عيجنا قلدن فكرة ده صح سنتين ويان مركا فكرة ده صح سن وحيلين وحد المع بيولوجي قلب برا خاصة فوم تو وحيلين وحنا رجنا عروجة إن أمك هربا كبل أبو أبور أي أب حين زيجوت وحي قاني مالها زيجوت علمي زيجوت كعدا المع لبرا zygote waa maxay markii la weydiyay waxay dhahayn zygote is the fertilized egg zygote ku waa ugxanti hooyadoo la bacrimiye haya faahfaahiyaha markii la dhahay waxay leeyihiin zygote is the combination of the male gametes and the female gametes is the combination of the sperm cells and the egg cells is the fusion of 23 chromosomes from the male and 23 chromosomes from the female. Waxaan wa isku qas ka dhashay dibaacda ragga iyo dibaacda dumarka oo isku qasay. Tanna waxay soo siidaysay 23 chromosomes, kanna wuxuu soo siidaayay 23 chromosome. Mid darmiya jira meeshaasi. لواتن يسدح لواتن يسدح مدى المياه ترى لواتن يسدح وانت لغا كيني
iyo 23 inta laga keenay ayaa la isku qasay waxa meesha ka dhashay chromosome tiradiisu dhan 46 mid mid dheer ma laha ilmaan hadda waa la baraa maxaa dhacda marka cilmigani ku saabsan zygote kiinuu sidaas yahay uu ka soo joodeel wax la isku qasay oo jiman jiman ah siman waxay la kulmeen rasuulkeena muxamed sallallahu calayhi wasalam arrintaasi 1400 sano lasoo dhaafay hor u sii tilmaamay qur-aankana caddeeyey xadiidku waa maxay xadiidku waxay ahayd nin yahuudba rasuulka u imaaday markaasuu wuxuu dhahay ninkani ma aaminsan inuu rasuul yahay xudhay su-aal baan weydiinayaa iga jawaabo hadduu si sax aga jawaabo waxaan fahmaya inuu rasuul yahay oo ambiyada keliya ka jawaabi kartay oo cilmiga markii la haystay waa qaldanaa muxuu weydiiyey yaa muxamedu mima yukhlaqu linsaan ee muxamedoo bini aadan maxaa laga abuuray waa su-aal toos ah mise waa su-aal qalloocan toos nabigeena muxamed sala allahu calayhi wasalam jawaab uma furneen waa inuu jawaabta saxa ama qalda dhexdhexaad ma laha hadduu qaldo maanta gaaladu iyo saynisku waxay dhihi lahaayeen rasuulkani wuu qalday maxay u dhihi waayeen wuu qalday jawaab saxsan uu bixiyey sax miyuu sax maaha jawaabta saxsana qarnigaasi suurtagal ma ahayn oo qalab lama haysan lagu ogaado faqaala sala allahu calayhi wasalam wuxuu dhacay rasuulkeena muxamed sala allahu calayhi wasalam yaa yahuudi min kulla yukhlaqu min nutfati rajuli wa min nutfati lmar'ati yahuudo waxaad ogaataa labadaba ayaa laga abuuray dhibacda ragga iyo dhibacda dumarka labadaasaa laga abuuray midoo keliya lagama abuur oo see laga yeelay qur-aanka wuu tilmaamo wuxuu leeyahay innaa khalaqna alinsaana min nutfatin amshaajin nabtalih fajacalnaahu samiican basiira innaa anaga khalaqna alinsaana ayaan insaanka abuurnay maxaa laga abuuray min nutfatin amshaajin laba dhibac oo laysku qasay zaygodki lama sheeg mise lama sheegin waa la sheeg qur-aanka wuu sheegay marka cunuga suuku fahmi karaa in zaygood laga warami haaya waa inuu qur-aanka xifdiyo kowdii kadib uu zaygodkaas bartaa sax miyuu sax maaha hadduu qur-aanka xifdinin uu aayadda macnaheeda garanaynin zaygodku wuxuu arkaa wax weyn inay la tahay war sinus aha war maanta zaygood alii soo baray maxaad usuu xasuusinayn innaa khalaqna linsaana min nutfatin amshaajin hadduu innaa khalaqna linsaana min nutfatin amshaajin xifdisan yahay wuxuu dhihi lahaa sinusku maanta aayad buu ii soo sharaxay saas buu dhihi lahaa mase ma dhihi lahayn dhihi lahaa muhiimadda waa markaa marka waa inuu horta qur-aanka xifdiyo aayadda macnaheeda garanaya sinus u dar markaad u dirtid wuxuu noqonayaa ku aqligiisa furan markay arkeen zaygood ayay waxayba la aheed zaygoodku inuubuu cunuga ku ekaanaya uu zaygoodkii bilaaranaya fuurayaa sida khamiirka camal markuu fuuro oo intaasoo kiilo gaaro dhalanaya saan bay umalayn jireen makiinooyinkii qalabkii la hele ayaa beeniisoo waxay arkeen arrin kale haddana maxay arkeen waxay arkeen zaygoodkii lagu sameynaya modification modification of somali waa maxay modification of somali waxa weeyaan waa la sii hagaajinaa waa la sii dayacdirayaa zaygoodkii ayaa la sii bedelayaa abuurkii zaygoodkii ayaa bedelmaya wuxuu la imaanayaa abuur kale muuqaal kare kii hore ka duwan waxay u bixiyeen embryo haddana embryo kuma ekaanaya waxay arkeen embryogii in lasii abuuraya lasii bedelaya markuu bedelmo muxuu noqonayaa ilmaha biolojiga meeda muxuu noqonayaa futus way yaqaanaan waxay dhaheen it starts as zygote then embryo then futus creation after creation wuxuu ahaa zygote waa la sii abuuro wuxuu bedelmay wuxuu noqday embryo wuu sii bedelmo wuxuu noqday futus waxay isku raaceen inuu soo marayaa abuur abuur kale ka dambayso taasna qur-aanka ma tilmaame yakhluqukum fii butuuni
أمهاتكم ما حاجة خلقا من بعد خلق مركي مدس أركان أي أرين لي يابين هذانا وحي لي يابين عنقي أبور مي زي قد أها إسب البدلي أي وحي أركان إسبوع أفراد هو يدو مركي حمل تهي أي أور تهي أي ترتا أور كيدو أما ترى أور كيدا أفر إسبوع أو كوبيغان مقابلوت هل بل وحي أركان عنقي أو قيلي يا مقدي عنقي أور مي أي مقدي قلي وونت لما أركو وقرصونا وحي أور مي إدبا تاقنا يعني علمي جيسر الرادين يين فكفيق يين وعلاش عيدا كتير أي مقدي قلي وونت لما أركو مركزو بروفيسور كيث مولي هاي وحان أفريس النكوبين الرادين وقلب زوليني كرا مقدي قاسي سيلو أركا عنق أور مي مقدي محادة بوه مير مركي مقدي نقطة محادة بوه أفتين سينسكو وحي اسكو دايني ليسو هاقا تستان أفتين أود الله إني أفتي ميسو علاشة هو يدا سيلو أركا عنق أور مي أفتين كي بي هاقا تيين وحي هلاني لاسد أفتين ودن كا يوروب وحالاق استعمالا أفتين لو يقانو X-rays. أنا قال أنت وحنونك يعني أفتين كاسي كرقيسن كان فضود لو يقانو ultrasound waves. X-ray وعنقو هدي لغو قبتاي. أيقو استعمال يروح لو يقانو lead gown. ومرة لجس ميبر لو يقانو lead. دفاعي سو كوليلكي سو قدبني سو أفتينكي سي عنقاسي لو أركو. markii saas lagu qabtaa cunuga midibkiisu oranaa la arkayaa way ka warbixinayaan cunuga markii hore waa wax aad u yar suulkani ka yar kama warbixin karaano wixii aad buu u yar yahay oo su fiican loo marko u yar kuusanayo jir buu la ekaanaya walita su fiican u markaan lix bilood markuu gaaro ayaa gacmihi toos loo arkayaa lugihi toos loo arkayaa madaxi toos loo arkayaa lix bilood iyo wixii ka dambeeyo war fiican bay ka helaan meeshaasi lix bilood wixii ka yar way saxi karaan wayna qaldi karaan rasuulana maleya anaga waxaan ona keenay marka aftiin loo yaqaano ultrasound waves waa aftiin qabow hooyada xamliga isbitaalka markii la geeyay caloosha ayaa laga marinaya su fiicana loogu dhoobay oo wax qabow aftiin qabow loo yiraahdo ultrasound waves aftiinkaasi wuxuu ku dhacaa cunuga cunugi kombiyuutarka laga arkay arintaas ma aragteen isbitaalaha مامورين كسوف يعني ويا قانا. مركي أركان أي فهمين وح مقدقة السببي إيو أنتو تردي ستهاي. وح معجزة نقطي ترد مقدقة أي أركان إيو هبك وقرآن كأجور من أرنتا سيكون أفر بقول صلى الله عليه وسلم. وعند أن the embryo is protected by three veils of darkness caused by the following terms: the chorion membrane, the amnion membrane, and the allantois membrane. waxay dhahayaan waxaan aragnaa cunuga calooshooyada ku jiray inuu soo maro saddex mugdi sababna u ah markaan aragnay ay tahay saddex biyo xab ah biyaha koowaad oo ay arkeen oo xab ah waxay u bixiyeen chorion membrane waa biyo xab ah oo culus dhanaan ah magacooduna waa chorion membrane ilmaha biologiga waa la baraa waxay ku taalaa form 2 daan qaldin form 2 topiga loo yaqaano reproduction in animals bogiisu yahay 114 saxay ama saxiixay ama tayactiray qolada loo yaqaano KLB Kenya Literature Bureau biyahani chorion membrane la yiraahda ayay arkeen waa biyo xab ah lagu kor daboolaya cunugii abuurmaye biyahan xabka markii lagu kor daboola cunugaasi abuurmaya waxay sabab u noqonayaan cunugaasi inuu galaa mugdigi koowaad ayagoo arkaya cunuga inuu ku jiro mugdi koowaad ayay waxay arkeen biyo kaloo labaad biyaha labaad waxaa loo yaqaanaa amnion membrane amnion membrane waa biyo dhanaan oo xab ah kasoo shubma bax loo yaqaano amniotic sac waa bax ku taala caloosha hooyada bacda lagu soo adeegto maa waa bac kaletan
على شويه على قد حلا وحي صوفا كنيسة بيه حبا بيها سي أو أمنيون ممبرن هاي المهنة وحي ويا قانان أمنيوتك أمنيوتك فريد بيويا قانان وبيه اللبات دنان حبا مذب كوضن وعقار سيدا قرسك قرس باو ماليسا سيدا قريم وعقار بيها اللبات دنان حبا أي وحي أركانين لوغو كردوانا عنوغي أهر بيك وادوك سيجري بيها اللواد مركي لغو كردب والاي وحي صوب ونقان ينعنو جاسينو غلاموك ديجي اللواد بيها اللواد صوبوه كد بحي أركان بيك لو سدحاد وحبا لو يقانو ألانتو إز ممبرين وبيه دنان حبا وحي أركان بيها دنان وحدنا حبا إن لغو كردب والعنو يهر لو بيوغو سيجري بيها سدحاد مركي لغو كردب والاي وحي صوب ونقنا ينعون قاسينو قلا مقدقي سدحات سدح مقدبي أركان مركز إسوي الدين بياني محيدا ننويهين وهو يذي ميا عصبة بضن عنت عصبة دي ميا رامسته وإسوار يستن دانانكي مركي كمبيوتر كي وحي لوغة قلبك وحي لوغة فيريني فيريين أي وحي دان in this salty environment bacteria, germs and virus cannot survive at all meshani dhanaanka ah bakteriya uma soo dhaban kara virusna uma soo dhaban kara germsna uma soo dhaban kara wax walba cudur cunuga waa laga difaaciye waxa lagu difaaci biyo dhanaan ah hab ah dhanaan ah cusba hooyadu haday bakteriya midka ugu waaweyn qabto ma soo gaaray cunuga hatta virus haddu ku dhaco hatta TB haday qabto waxa la yaabo hooyadu qandho kulul hayso إن إسبيتال تكت عنق ما قندنا هو يدا قندنا مثلا تختارك وحولها عنق أنه قندن يعي شربان سينو ما لها عنق وكبت بالي نبكى عليك كويستو ومحاك يعني وبت بالو مال دنام بالقلي عصبا عصبا ذو ما دفاعك ارتاح نعم هداد هيلي بسوق عدد وعاد فريج هاي سنين عاد دح قلسيد عصبا هيلي بكاسي ما بلولا ما بقول له ما حكيني ويحب يقول لنا هذه باتو جيسن لها عصبة داس الدفاع ليس مركي أركين عنو قالوا صومر وصدح ده مكتي أبور أبور كلا كدم بين الصومر يا وحيل كل من عيدي والله سبحانه وتعالى ليه هاي يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق ما حيقى في ظلمات ثلاث ما غا مكتي يا صومر إذن صدح قرآن كوكورم كنا فر بقول سنة الله صادفة. إلمن هذا بيولوجي قالوا برا. مركي أمنيوتيك فلود. إيو أمنيون ممبرين. كوريون ممبرين إيو أمنيوتيك فلود يالنتو إز ممبرين لبرايا. للي هو سدح بيا. عنق صادح مرا صوبته سدح مجدي. إسلام مركي هو فهمي هيا إن الله شرح هيا عيد وصحة وصلى الله. مس مس صحة وصلى الله. صحة وصلى الله. هادو المامو بيولوجيكا عيدو صحة سوصانا عيدو كوبو حينا فسر كير وهيلا يا لكن دباتدو حاوة علمه بيولوجيكا يقانان قرآن كما يقانان كوانا قرآن كي بيقانان بيولوجيكا ما يقانان وحان كسو كورا يا باريتان لواد وحان كورا ما يوى في خلقكم هادو وحان قوذة قليا وما يبث من دابتين waxa jiray baaritaan uu sameeyay nin professor amag ciisu la yiraahdo E. Marshall Johnson ku saabsan habka ay caanuhu u sameysmaan kuna sameysmaan caanada xayawaanaadka ama xoolaha ama noolaha oo dhan xataa bini'aadamka professor E. Marshall Johnson wuxuu ku dheereeyay cilmi loo yaqaano anatomy wuxuu imaaday King Abdul Aziz University إنه كبر علمي قاسي وحول كشاكين شري How milk is produced in the mammary gland هابكا اي عانوه اسم اسمان كسم اسمان عاندادا وحالا يابنو قطع علمي قنو عاسي كسم اسمان عانها سم اسمي إن اي لكل من قرآن كي يكون أفر بقل صنع الله صنع في هر اقاسي ورمي وحان كسو قبين يا عارين تاسي دقيسو مركا وحي فيريين عانا سيدي أسا مسمانا وحي دهين المعنى هذا هو الله برا المعنى بيولوجيكا
وحدهن the milk is produced in the mammary gland. عنه حلقوها جاتيا عن هذا هل كسلوا سمية؟ المعنى والله صبر عن ذا. مركي الله صبر وحلا برا وحي ككوان تاي حبنوي حبنها هذا. وحلا برا وحلو يقانو alveoles. يلومن alveoles كحو كان حدده. وعانيها سيس كين العويح اللي جسمي. يو لومن ماشي عاني مركي لها جاتيا لجو كيدن لها. وماكينة عالمية بني آدم كوما سمين كارو ماكينة داسي وحو والبوغارو علمي والبوغارو ماكينة عانا سميني ما نكتين ماكينة عانا لسمي او بدلي محل يجري يوغات يو مالا يو هاي جرتا لكن عانا سمي ما جرتا وين عانا الله صوليس وحده عانو وحنا رجعنا إن عنده لغو سمي يسألو سمي هذا جيس مركا the mammary gland عنده gets nutrients for the production of the milk directly from the blood وحليهن عنده نفقوين كي عانها لغا حاجة تشين لها توس وحاكينا ديغا ديغو نوحو تسال وياي علم اللو يقانو circulatory system وحكينا إلى اللي إحنا فقه وسمينا سعانها عنو وحالك إلى نفقه لو يقانو فيتامين carbohydrates proteins water fat and calcium والحي وحكا بضان نفقه يمكن عانها قاتل لها أما عانها لقاها قاتل لها كو وحي أركين إن وكينا وحي وبحيين بلاد وفي صوماليا ديك مرك عانها سميس كذا ما هي أركن ديج ديجو وهو كمدي هاي سيركيولاتري سيستم سيركيليشن أما سيركيولاتري مرك الله سبحانه محيو نقنا يا كلاوريجين ديجو وهو كلاوريجيا نفقوين كا وهو جينا يا حبنا والبنا فقده هو بهند حبنا ده لو يقانو عنده وهو كينا نفقوين كا عانها لقى قاتين لها مسكح ده وهو جينا يا أكسجين لفوه وحوغين يا كالشيام ميل والبنا فقده وبعانت على ديقا يا كلاو ريجين يا ديقا ديقا يا ركين عانا سمين كيلا ديق بي ركين ننك باديها تشوه ديق يا عانا اسو بكين كرا لو شير اسو اك معها مدنوا عد مدنوا قدود لكن بايولو تشوهو اركي سؤال وحي نقطة مركا ديقا حقوكا كينا نفقوين كيني عاناها لقاها قاتين ايا ديغا هاو نو كينو ديغا نو حقوكا كيني وحيدهن the blood gets these nutrients directly from the digested food in the digestive system ديغونا نفقوين كعانه لغاقا چين لها وحوكا سوسيبا اما كسوحولا digested food عنتا ديو شدمتي عنتا ديو مركا شدمتو محين قطا محين قطا نيسا أوس بين غنيسة أوس كون نفقوين كالغا سيبا أوس كي وعنتا ديو شيد متي يا شيدي ديفشيد سيستم لدو ديفشيد ديجستيف سيستم شيد عنتا دي مركة شيد متو أوس بين غطي نفقوين كالغا حابسنا نفقوين كي عانا لغا غاتين لهايا لغا حابين ايا أوس نفقوين كالغا حابي يا حابين ايا نفقوين كاسي ديج وأوس يو أوسية ديج مركي نفقوين كان لغا حابي وحي لو بعنا لغا بحصده قولف بو نقونا يا والا سو طفايا وحو نقونا يا ويست برودكت خشن مركي وقفك يوحارك يا سامشقوسة كوردة يا محا خشن بالا سو طفرا وسق جيرك بن آدن كفير صنع ذي الله سبحانه وتعالى وحو جيرك وبعنا وحكى على تشنع ماله ولسو سيدانه ولا صوتفا ليقو حتى وسقت جيرك لص سنذيفنا يا وسو سيدانه خوف إلو ديدا ديدا يمياشرا خوف إلو مسخش هذا ديدا يمياشرا ماله وحدي كويدنا ماله جيرك وسنذيفنا يا وسكي مركي نفقين لجسي وسحرون قنيا مركز واحدين if
the digested food in the digestive system works harmoniously with the blood in the circulatory system, milk is produced automatically. Uska oo ah cuntadii oo shiinmatay iyo dhiiga haday wada shaqeeyaan waa digestive system iyo circulatory system haday wada shaqeeyaan toos meeshaasi caanaa dhalanaya. waxaa la yaab noqotay marka Professor E. Marshall Johnson oo cilmigani ku dheereeyay oo wadaad ka ahaa culimo ka ahaa imaaday meel muslimiinta ay ku badan yihiin in la dhahonin oo waxaan aad ku daaleyso dhan anaga hor baan aga warqabno waa aayad ayaa isku dayeysa inaa noo sharaxdid waana naqaana kasuu yaabay aayad iyo saynas miyaa iskeenay itusa suuraday ku taalaa suuranta arrimahan ka waramayso calooshi iyo uuski iyo dhiigii iyo caanihii aayad ka waramayso ma jirtaa suuraday ku taalaa suuratu naxli suurada 16aad aayadda 16aad alle subxaanahu wa tacaala wuu tilmaamay cilmigani wuxuu leeyahay wa ina lakum fi lanaami la cibratan nusqiikum mima fi butuunihi min bayni farthin wa damin maxaa xiga labanan khaalisan saa'iga lishaaribiin waa mucjiso qur-aanka markaa nahno saynas waa ilmo qur-aanka aabba ah waa sidan qur-aanka wax walbuu ka waramay وإن لكم في الأنعام لعبرة حيوانات كان وحان إذن كسوغان عبرة نسقيكم وحان إذن عبسينا مما في بطونه عبتان كذا شو علوشا ديجشن كان حقو كدعا ديفجيتك حقو كدعا علوش ننك باديها تشوغو هدا عانا ويدسد كومة الماما يا علو وحكو الماما عند هذا وماشو أسكا عركا عانا كسو زيبان قرآن كان أصل بوكو تلمامي أصل كواحقا واي علوشا محاولة شقية وشاقية من بين فرث أوس ودم من إيه ديج أوس مركي لغو شاقة digestive system لغو تلمامة ودم من ديج نمحا لغو تلمامة circulatory system لوانا مركي ودا شقيا نمحا لغانا يا لبانا خالصا سائغا للشاربين وحماشا كان يا عانا معانو معان متكعبا و pure biology و advanced biology حتى المعا secondary و الله تطابت أدل ومسي برو kuwa taktarinta si fiican loo baraa marka qur-aanka uu ku sii diyaariyey biologiga iyo sayniskaala intaa lagugu bilaabo inta ka bilaab xagga ha ku boodin geedku hoos maa laga soo koro mase kor hoos ka soo bilaabo qur-aanka soo baro qur-aanka ha ku soo dhiso markaa kadib taktarnimo iyo saynis daba orod markaas adoo wax taqaano sax miyo sax maaha laakiin waalidiinta ilmaha diinta bari lahaayeen meelo hooyaana ka toban saac intay soo kacday cunay la ordaysaa intay u fiijinaysaa baski intuu u socdaa scool weligeedna toban saac uma soo kicin cunig ilaa dugsi geyso weligeed 30 sano 40 sano 50 sano jirta dugsiga cunuga hataa lama raaco kax dugsiga waa la fiijinaa ul baa loo qaadanaa scoolkana waa lagu simayaa waa mucjisadii labaad waqtigana wuu go-ay midda saddexaad aan kusoo gagabeynayaa waa 14 rabin aan ka waramo laba besaana ka waramay cunuga calooshooda ku jiro halaha iyo caanoo halahan ka waramay mid saddexaad kuma daraa mise waktiga wuu go-ay waktiga wuu go-aye hal baan ku daraa miya mise waan gooyaa duhurna waa la joogaa ha 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 waxaan ku soo koobayaa marka haraka 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 ina baraka nyingi haddan kusoo koobay midaas dhageyso marka I summary biyahan ku samar garaynaya laba shayna ka taabanaya biyahani biyaha laba nooc weeyaan ilmahana waa la baraa kemiyagana waa la baraa biyuhu waa laba nooc hard water and soft water biya dhanaan iyo biya macaan dhageysto marka biyaha dhanaan iyo macaanka baaritaan lagu sameeyey nabigeena muxammed sallallahu calayhi wasalam meel biyo dhanaan maraa ma biyo macaan mara ma joogin webina ma arkin muu arkay bad iyo webi markeen saxaro ahayd waa desert waxaa dhacday professor magaciisu la yiraahdaa Maurice Buckel inuu kordega Mississippi River gelaya
Atlantic Ocean هذان قلدين. Atlantic Ocean ودنان Mississippi River ومعان لو هذا بيا مركي كل ما ينم حدا عيا. لا يابا نقطة معجزة بأركان وحيدا هن بريطانيا رو سمين أو حدا اللاب كان لقى سمين لبروتري قال لقى سمين وعديك عدد لعبتي ده سمين كرتيد فرض كي وينا كذا شيء بريطانيا كي وينا يكذا شيء وحى ويان وحى قادين سدح كوب سدح كوب أو ترانسبارنت آه وحى جذع كتشر الدبده لقى أركيا كوب ككواد وحى كش وانبيا دلهم كود معانية هاي بيبوحين كوب كل واد وحى كش وانبيا دنان آه ولا ساعتان عمل يا كوب ككواد بيوس ومحي كوب كل وادنا دنان كم وبيا وبي كنا وبيا بب كوبك سدحان لواد بيه يسكو دارين جيمن جيمن 50-50 in the ratio of 1:1 اتكف ماتماتكس كي يقانا كوبك سدحان بيه يسوا محي ميكس لوا بيه يسكو دارين معان بيه عادي اه دانان ايو بيه ميكس اه وكم بيسوا قادين ميجوينين كوبك كوالي يكو دحريدين او بيه يسوا اه وكنت سأسعى دسالكي تكتب المعدة والا برامي داسنا لابروتري قالوا برامي لها وحلوغو لابروتري أفسمها لها شي بار وكل لواد بيسوق عالين كوب كي لواد يكو دحريدين ميتش بنين يا وكنت كواد أو كوب كواد لغو ريدين محي سميسي وإيش كوب كي لواد بيه سوا محي دانان مركي كور ريدين وكنت فلوت بيسميسي أفسمها لها فلوتين ويسا بيسي af Soomaali dadka yaqaanin af Soomaali bartaya way sabaysay ama way heebaabtay miyalla ha ama way dabalatay mustaas aqalnan way heebaabtay ha korbe istaagtay ha kaptas float ballaha way float gareysay ma saas afiyan kadib koobki saddexaad bay u tageen oo kun bay qaadeen ku dhaxriideen oo biyeedu ah labad biyeel isku daray وكنت سأسعتك كالبركة مركي قارتي استاكتي كورنا ويكا صودا غاغدي ويصوجرت بيه كواد دهد مركي ماتي وي استاكتي بيه كوادنا ويصود افتي هوسنا ويودقي ويسي انت استاكتي كالبركة اكسبرمنت كاس مركي لسمي وحا حيقة observation فيرا دير كدب نوحا لغا بحينا يا conclusion فيري مركي فيريان وحي دهن soft water has less density less salinity, less temperature than hard water. That's why the egg sinks. Biya had ma'an, ilayhin wa biya fudud, dananin, kululen, garenin biya hadanan, taasa nasabu noqoto kunta ilayhi jirto. Oy salka takto. Biya hadanan mahidahen, the hard water has more density, more salinity, more temperature. That's why the egg floats. Biya hadanan waxay dhahayaan wa biya adudanan wa biya ulus wa biya kulul oo kunti way jiri wayso maxay sameysay way sameysay koobka saddexaad markay u imaadeen oo kunti ay kala barka taagantahay kaptan ay taagantahay ay fiiro u qaateen waxay dhahayaan biyaha koowaad waa macaan way soo jirtay biyaha ka hoose way geli way soo dhex meesha ay istaagtay maxay ku tusaysaa waxay dhahayaan in the contact of soft water and hard water there is a barrier created known as surface tension force ilmaha physics way yaqaana surface tension force waxay dhahayaan usukulinka ama usukeenka biyaha macaan iyo dhanaan markii la usukeenay waxaa meesha ka dhashaa barrier barrier af Soomaali waa maxay kala sooce كلا حديدة يا لوذا بيا كلا ريبة يا لوذا بيا أو كده شا invisible force force لما أركانا ما جي عيسو surface tension force ما جي عيو الله surface tension force لما أركو وحو كلا سوعة يا لوذا بيا واسيدة مركة بيا يو سريد سوكي انت ما هذا عيا سريد ما إليسا سريد كربا سومر يسا بيهينا ولا كلا ريبة لكن بيا عانا مركة اسكو درتو ولا كلا ماركة ما اسكو قسمة اسكو مل مايا marka waxay dhahayaan biyaha macaan iyo biyaha dhanaan marka la isku keeno waxa meesha ka dhasha barzakh barzakh qaarso magaciisu waa surface tension force kala saara macaanka iyo dhanaanka
برزخا وحجرا محجورا لا يبوا سينسكي ومانتا وافق يا قرآنك والله قلت لك ليلي وافقان ومدوا الله سبحانه وتعالى ليه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق آياتني بروفيسك موريس بوكيل مركو أركي أدو ليابي والله سبحانه وتعالى ليه وهو الذي مرج البحرين وكي سكن لوذبيا هذا عذب فرات كون وبيه معان وهذا ملح وجاج كون وبيه دنان وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا لحد وضو حكيرا برزخ كلا ساري او نيغا اندهينا قبنين آيات لواضي أركين ميت سدحاري أركين ميت أفراد وحيري نبي محمد علم بقول عارنتن وحوس كان نصيب سلماءها أيدا أفراد حكوت على سورة الرحمن مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبقيان المعدة في لقوا في جيو سكولات كوحنا ويبرتان وعمد أيضا عن كسو كوبي بيها عمد أو كسو كوبي أودم بيسمرك صادت بيها رنت عن كبحنا وحن كورنا إلمها عنا إيو بي وحاشر تاني أيضا في ريان بيها نلعبها واكوان ورسي اسود دغان برا بلشد وحا قبستي نمن علمي ساينسنا لهين دين بارن ودمع قربادا كسو كوري اسكفر فيري ساينس انتو تي في او فيسبوك سوفر استو كفري ولي هي ها صومالي اي كينيا ها روبكي يا لغا خاده ولا كخسته تشاينا كخسته تشينا اك خسته ولا كتر جالاي مربي ولهي جيرتي mid ka siin oo hadlay saynisna wax kama yaqaana diina ma baran markaas uu wareere waxa ay soo dhageeyeen roobkii noodi ilaha in baba la xado la ka xeesta china ka xeesate saynisku markaa baaritaan waxay ku sameeyeen roobka waxay isku dayeen rabeen roobkani inay milkiyaan ay u sameystaan remote markii on lagu dhufto roobka soo do'o off markii la toojiyo uu istaago ما هذا عدا مركا وهذا عدا يلو الله سبحانه وتعالى هرتبه سؤال سي ويدي كدبنا بارتان اي سمين كصاف سن روبكا اي اركانين اي عبود اللهن كدبنا اقون صدين الله سبحانه وتعالى وين انتسا الله يحليه هاي افرأيتم الماء الذي تشربون اعنتم انزلتموه من المزن ام نحن منزلون وسؤال قالوا دقيسو اي معركة مية بيها عبيسد ما ذيك سودة جسوا كسودة جسي رب إركا سمدا مسانة كسودة جني وحلا متى هاي قالوا هذا دور لا هاي بياني سودة ج سامي زما أسمين ترى وفهمي كرتا لكن سودة جسكا إيه مسودة جين كتير بارتان بالاسم مي وحام عجسان نقطي إن أي وحكة فهمان بياني سودة جيا مركب فيريان وحيدة هن تلسكوب على وقبته يو drones iyo wixii la dhigi jiray rockets wixii la diray kamaroon lagu xiray waxa la kordhay daruurihi kor aan laga maray hoos aan laga maray geeska dhinaca laga maray waa la fiirinaya cilmi baa laga helay cilmi laga helay wuxuu u soo cadeeyay inay roob soo dajin karin iyo marxalada uu soo marana way arkeen waxa la yaab noqotay quraanka inuu marxaladii ka waramay waxay dhahayn we see that the smaller clouds undergoes three processes for it to rain smaller clouds waxa laga warramay types of cloud midka koowaad muxuu aha nimbus midka labaadna cumulus midka kalena cirro iyo cirrus ilmaha science ka soo fiican u yaqaan wa geography waxay dhahay waxaan aragnaa daruuraha yar yar cumulus nimbus cirrus iyo fit cirro kulli inay soo maraan saddex marxala koow waxay dhahay waxa loo yaqaan pushing process waxay dhahay the smaller clouds are pushed to the converging area by updraft wind koow waxaan aragnaa pushing waa Soomaaliya pushing riixitan waxaan aragnaa daruuraha yar yar oo dhan kamaroonkeena markuu qabtay waxaan aragnaa in la riixo hal dhinaca loo kaxeynaya waxa kaxeynaya dabeel
لوي قانو أبو درافتوين وابا شقال يدك حينتا جع الله هلين على قطوسنا انت لقى سوريبا وضوها لطوسنا مركي لك حيو محاي حيقا وحيد هين بروسس لواد بانارقني او اه جوينينج بروسس معنى يدوا محاي the smaller clouds are joined together by up draft wind ضروري يرى يرى ايا جوينينج لقو سمينا جوينينج اف سومالي ومحاي اسكدوبيس كميلاس يوحي لدرسال اسكدوبا نيمباز يوحي لدرسال اسكدوبا ضروري هل اسكدوبا ومرحلة لواد اركان سدحاد وحي وبحيان stacking or piling process stacking of Somali وحاوية ما piling of Somali وما حي piling اسدل صار وحي دهان كميلاس كده شيء ضروري لسكدو ويلك حيول سكدو ويا نيمباز كده شيء ضروري لك حيول سكدو ويا اسدل صار يا كميلاس يا نيمباز مركل اسدل صار وحال عركة بور مقعدوا كميلو نيمباز كلاود ما سوف يعني يا كان كيميلو نيمباز كلاود وكيميلاس يا نيمباز اسدل صار مرك وحي اركان ضروري هي لك حيو هذا لا اسكدو وهذا لا اسدل صار pushing joining and stacking انت مركي اركان وحي اركان دبل شقلهدو وحي سو ليسيسا روبك وهي سو دجيني مركي سو دجينيسو وحي كا غابينيسا خوغا و روبك كو سوقدو بيهاني خوغي كو سو سقدان على نسقامينيا غارغا دو خو كو سو سوقدو دارتو سبير كيلا او غابيسيد ما سامينيسا بامب او ديغيسا بامس مالها بامس بور يرو غابنا لو ديغا مالك تميداس غاريها مركو سو غارو وين هورت بريك قفتا وسبير كورت غابيا بس إلو راب كان يسوي ده حوجو كصعد إن اللي جابيو وحاله صوصية دبل دبلش صوصية جنس. أنت نمر كي أركان وحيل كل من قرآن كيو كوارمي كنا فربق السنة الله صادا في المعنى هذا ولا برا. آيات وحيل كت على سورة النور. لواتني أفر وسورة لواتني أفراد آيات أفرتني أفراد. آيات وحيل هاي ألم ترى أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركام المحاقة فترى الودخ يخرج من خلاله وقرآنك سينس ويا وآيداس والله سبحانه وتعالى ليها لم ترى ميسن أركين أن الله الله سبحانه وتعالى يسجي سحابا وحك حين يا ضروره وآيقو يقانم pushing process ثم يؤلف بينه كدبنا ويسكده وضروره وآيقو يقانم joining process ثم يجعله ركاما كدب على إسل سارة وآيقو يقانم stacking أما piling process ما حيقى فترى الوضخ يخرج من خلاله وحيقى الروبك يدايا ما أنت ويسميان أو تي في يكو سفري سنين وحيليهم بري قارسة ها روبا داء سد حصاع ما يدعم سنودهان مرمر معانا هذا إلو دو مرمرنا وسندين مركو دين محادا عي دواشي كين لهد والله سبحانه وتعالى ماشي كسيبه روبك ما بلها دواشي صود جين لهد اللي هو وح صود جين مركي اللي هو مصدقا صدقا دواشي نياي ملكيا الله مركز يسكر عين وحيدا the one who forms the wind makes it rain كي دواشا سمستي ايا روبك نسود جي او دواشا روبك سمستي هادنا سود جي سي يا دواشا سمي الله كبتا سانكو سوكو اسك ديرين هذا لا سين اسكي قرآنك وحان كو سوكو يا مركا قرآنك ني هل حفظيو علمي بفرب بضن باكو بيغن او علمها اغا انفعيا ادونا انفعيا اخرا انفعيا اخرا هداك الرجب بيشي او اخرا وحبا فيلنينين إيه هدو أدون وأنفعها ما برتد أدون دبرت أدون وأنفعها ما برتد سازم سازمها قرآن كأدون وأنفع آخرا وأنفعها لبرو مركلا هي نصوص لابني نسيرس كيو بيولوجي يو قرآن كوان كورة من أدن دهناي هل ساعة كم في النوا وقت ده بوبعنت هاي مركا سؤال أيان ربنا نويد سان لكن وقت جنا وسكا جواي سدح سؤاله دي وقت اللي هلي كرو هل نويتيو أدن ولا نهاي شباب وأنك الشباب ينوى المها مسكح دوار وريس إن شاء الله وساينس القرآن مركا هالكاس نكسو كوبيا دي سؤالات شيران أصدع عن دي سؤالات شيران ويا دي شيرين هذا وقت ينوسك جو أي شكرا جزيلا بارك الله فيكم وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.